الهاشتاج بتاعنا تامر وعز في جمهور التالتة، ونسخن مع بعض بسؤالين مهمين جدا وعايزينكم النهاردة تحللوا معانا وتبعتوا لنا. والسؤالين يتعلقوا بالأهلي وبالزمالك. نبتدي بالسؤال الأولاني اللي موجود قدام حضراتكم دلوقتي حالا على الشاشة ومن وجهة نظركم. سؤال النهاردة في حلقة مراجعة ليلة الامتحان في الاثنين العظيم مع ملوك التحليل، برأيك ما هي أفضل تشكيلة للزمالك أمام الترجي؟ وهل تفضل اللعب بثلاث لاعبين ارتكاز أم اثنين فقط؟ إن شاء الله الزمالك يقدر. ابعت لنا كل تحليلك الفني على هاشتاج الحلقة تامر وعز في جمهور التالتة. ده السؤال الأول. والسؤال الثاني وكلاهما في منتهى الأهمية، برأيك ما هي أفضل تشكيلة للأهلي أمام فيتا كلاب ومن تفضل كرأس حربة؟ إن شاء الله الأهلي يقدر. ابعت لنا كل تحليلك الفني على هاشتاج الحلقة تامر وعز في جمهور التالتة في يوم عظيم من الاثنين العظيم مع تامر بدوي وأحمد عز. النهاردة هنسمع لكم وهنتكلم كتير في نقاط فنية حتى هتشوفوها معانا إن شاء الله في الجزء الثاني.